السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي كل مشاهدي قناة أتري إفري داي. إن شاء الله النهاردة بنصور معاكم من مزارع القمح في مصر الحبيبة. القمح كنبات بيستغرق من يوم لعشرين يوم لحد الإنبات، يعني أنت ممكن تشوف النبتة بدأت أو البذرة بدأت تنبت بعد يوم واحد لحد 20 يوم يبدأ تشوف الإنبات. من 20 ل 40 يوم تبدأ مرحلة التفريع، التفريع يعني بيكون أكتر من فرع. من 40 ل 60 يوم تبدأ مرحلة الاستطالة، يبدأ يطول ويعلى، والمرحلة دي لازم يكون التسميد فيها فوسفاتي أزوتي علشان خاطر استعدادا للمرحلة اللي بعدها اللي هي من 60 ل 80 يوم بيبدأ مرحلة تكوين السنابل. بس السنابل في الأول بتطلع فاضية، وبعد كده من 60 ل 80 يوم تبدأ مرحلة الطرد، تسمى الطرد. الطرد يعني السنبلة الفاضية تبدأ تطرد، يعني تخرج حبات القمح بتاعتها. وبعد كده من 80 ل 100 يوم تبدأ مرحلة النضج لحد 160 يوم. في ال 30 يوم الاخرانيين بيبدا السنبله بتمر بثلاث مراحل، المرحله اللبنيه والمرحله العجينيه والمرحله الصلبه. اللبنيه يعني انت لو فتحت السنبله وطلعت حبات القمح هتلاقي فيها ماده بيضاء كده زي اللبن، وبعد كده بتبدا تتماسك شويه وبتبقى عامله زي العجينه، فدي المرحله العجينيه. المرحله الثالثه والاخيره اللي هي المرحله الصلبه، يبدا الحبوب تبقى صلبة، ودي مرحلة تمام النضج. لازم برضو في مرحلة بداية تكون السنابل نحط سماد الفسفور على أي شكل بقى، على شكل NPK، على شكل سماد، يعني أينما توفر سماد الفسفور بنبدأ نحطه للسنابل. وبعد 160 يوم بنبدأ حصاد القمح. ده أفضل وقت لزراعة القمح هو شهر نوفمبر. شوف طيب، وده بقى بتقاومه ازاي؟ بيأذي القمح؟ لا ما بيأذوش. تمام. طب ده بتموته ازاي يا حاج؟ ولا ما حاجه. شوف ده ابو قردان ده بينقيه، ابو قردان ده بيجي ياكله بينقيه. تمام. والحماه بص يا باشا. طيب، هو السماد بقى اللي انت بتحطه له سماد ايه؟ بتحط سماد ايه؟ احنا بنسبخه الارض الاول بسباخ بلدي. بالسباخ البلدي الاول. والسبده والموجود يعني. تمام. والارض تتمسك تنخدم تنحرك يعني. تمام يا حاج. وتتعبى مي. تمام. على حدود 15 يوم 20 يوم. ايوه. حسب تسهيل ربنا بالجو. تمام. بيخضر. يبدا ينبت صح؟ لا بيخضر يبدر التقاوي. يخضر يعني يبدر التقاوي. تمام. ويجيب الجراي يحرط ويزحف. في حدود 10 ايام بتكون غلة طالعة. تمام، في حدود 10 ايام صح. وده قلت لي ان هو مزروع بقاله شهرين؟ لا 3 شهور. 3 شهور ده كده؟ 3 شهور يعني 90 يوم تقريبا. ايوه 90 يوم. الله المستعان، ربنا يعينك يا حاج ان شاء الله، وشهر شهر ونص كده تحصده على خير باذن الله. الإرداب ب 150 كيلو. الإرداب ب 150 كيلو. ايوه. والرز بالطن وبالاردب بالرز. طيب يعني بعد شهر ونص اجي اخد منك اردب ب 150 كيلو؟ طيب باذن الله. قلت لي بقى صدى القمح صح؟ صدى القمح ده اللي هو بسببه ايه؟ الميه بتتراكم فين؟ في الارض. يعني ارض زي دي طويله كده. تمام. تبص روه وما سالكش صرفه. تمام. يبتدي الارض تعمل ايه؟ الارض تبتدي ايه؟ توقف فيها المي. وقفان المي يعمل حاجه اسمها تكشيش من تحت كده في الورق التحت اللي حاليا موجود تحت. بتعمل عمليه الصدى. تمام ماشي يا حاج، ربنا يكرمك يا رب ويعينك.